ما عندنا فايل صاير له سيبريشن مكسور في الكنال، كيف نتعامل من البداية؟ كيف نتعامل من شني من البداية؟ أول حاجة حضرتك لازم شنو تديرها، إنك أنت لازم تدير إيريجيشن كويس في الكنال متاعك باش تحول الدبرس اللي موجودة حوالين الفايل، باش يسهل عليك إنك أنت تتجاوز الفايل هذا. التريتمنت اللي احنا بنديروه توا حاجة اسمها باي باس، تجاوز الفايل المكسور. بس قبل ما نبدأ أنا لازم نسهل على نفسي كيف نقدر أنا ندير البروتوكول صح. تسهل على نفسك إنك أنت تدير إيريجيشن مظبوط، تحول الدبرس، بس بعدين في اللقطة في النهاية البروتوكول يكون عندك أسهل وتقدر إنك أنت تطبقه بسهولة. دكتور بعد إذنك أعطيني الخيط هو. أضبط يعني هو. تمام دكتور. خلاص. درنا الريجيشن. نجو توا. شفت ولا اليلمع ذاك؟ هذاك هو الفايل المكسور اللي انت بتحاول انك انت تدير له باي باس. خلاص درنا الاريجيشن بتاعنا، تعالوا نشوفوا كيف نتعامله مع الفايل. اول فايل مفروض يخش ويدير لي الباي باس، كيف يكون الفايل هذا؟ اول حاجه قلنا يفضل ان الفايل بتاعنا يكون فايل مانوال طبعا، لان الباي باس هو مانوال جيم، ويكون شني؟ ويكون سي فايل ونيو فايل، سي فايل ونيو فايل. شوفي دكتور هنا في فايل 10 جديد. كيف ندير بريكيرفينج؟ معظم الدكاتره يجي يدير في البريكيرفينج هنا من النص. لا، البريكيرفينج ديما في اخر، بارك الله فيك، ديما البريكيرفينج يكون في اخر من 3 ل 4 ملي الاخيرات اللي تحت بكل. طريقه البري كيرف كيف بالضبط هي اللي توا مفروض نتعود عليها ونعرفوها كيف تكون وشن هي الطريقه الغلط وكيف ما نديروهاش. خلاص لا جاي يوسف، خلاص. هذا السي فايل زي ما انت شايفه هو كربون ستيل فايل، تلقاه مكتوب سي، تلقاه مكتوب عليه هنا سي. هي شفتوها؟ نجي للفايل ونجي من تحت وندير له شنو؟ بري كيرف، وتكون كيرف زي تو، يعني ما تكونش كينكد زي ما قلنا. كينكد شو معناها كينكد؟ انك انت واخذ زاويه. يعني الباي باس هي جراديوال كيرف، هذه غلط. النوع هذا من الـ من الـ من البري كيرف مش مظبوط. النوع الصحيح هذا اللي حنحطه جنبه هو. شفت الفرق كيف ولا؟ هذا الفرق ما بين البري كيرفد والكينكد. ما ينفعش اني نخش بفايل هنا حيصير لي ستريس على البوينت هذه فالفايل ينكسر مني، بينما يكون بالشكل هو. اوكي؟ با طبعا لو انت اللي بيشتغل في السن بتكون من البدايه واخذ الطول صح ولا؟ فحسيت فجاه ان الفايل خيره ما عادش يبي ينزل، حسيت انه في زي شني؟ زي الهارد ستراكتشر موجود في السنه. خديت اكس راي لقيت شني؟ لقيت فيه بروكن فايل. لازم تعرف الفايل عند امل ليميت مكسور، يعني انا تو الفايل ما عادش يبي ينزل اكثر من هيك. فشن ندير؟ ننزل ننزل الستوبر متاعي
على الريفرنس بوينت ونقيس الطول هذا كم. الطول هذا حوالي 17 ملي. 17 ملي. افرض مثلا القناة عندك مثلا 20، معناها حضرتك انت مازلك 3 ملي باش تنزل على الفايل لوطة. يعني انت تو عارف ان الطول الاخر طول يقدر يوصل للفايل كم؟ 17. فشن بتدير للفايل اللي مدير لبريكيرف؟ بتحطه على طول 18. ليش بنحط على طول 18؟ برافو عليك، لأن هنا بننزل شوي شوي ما بيش ننزل طول، فنحطها على 18 وبعدين ننزل به في الكنال متاعي باش نبدا نشوف نفسي انا هل انا في تقدم ونازل ولا قاعد في شني في نفس الليفل بالضبط. هذا الفايل وانا مدير له بريكيرفنج حطيتها في الكنال، كيف حركة ايدي؟ تنزل واتش وايدنج، يعني شني؟ اها حركة الفايل العادية مع شوية وكأنك تنقر باش تدور شني؟ بتدور الكاتش. كيف نعرف كاتش يا دكتور؟ شوف لما تحس ان في زي الكاتش زي الحاجة العالقة تجي تجرب انك انت تحرك الفايل. شوف الفايل هذه هي الكاتش. طالما انا تحصلت على كاتش المفروض اني انا ندير مفروض تو ندير بنتريشن ننزل. كيف ننزل؟ واتش وايدنج واحده واحده. شوف كيف نتحرك انا فيري جنتل بكل بطء. اها ونزيد نشوفها الكاتش اقوى توا صح ولا با. لما تحس ان الفايل خلاص صار فيه ريزيستنس عالي ماشي بيكمل شوف كيف فايل شاذة حولت فايل 10 شوف قديش صاير عليه ستريس شو وناخذ الفايل اللي اكبر منه اللي هو فايل 15 بندير اريجيشن ولكن بس باش انا نخلي لك الفيجن نتاعك واضح انا ما درتش لكن ديما ندير اريجيشن باش نحول الدبرس نخش بفايل 15 في الكاتش شوفها وشن ندير بيه نوسع شني الاريا شويه يعني نوسع اها شوفها لا حاجه بسيطه بس نطلع ال15 ندير اريجيشن ناخذ العشرة ندير لها بريبندنج ونزيد نكمل نخش بيه لداخل حنلقاه يخش اسهل شويه لان خير هالاريا توسعت شوف هذا الكاتشا اها قاعد الفايل ترى نجربوا ناخذ لها صوره السن تو نشوف الفايل وين ماشي او شنو الليفل متاعه جيب لي السنسور لكن لو انت ملاحظ ان الفايل معاش مازال لهلبة اصلا باش يوصل هو يس يس لان اصلا الفايل لما ينكسر ديما يتك ناحية واحد من الوول لو احنا حناخدو الاكستريم تاعنا ونشوفو الفايل وصل لعند اما ليفل اللي هو اول فايل هذا اللي هو فايل 15 بالضبط ونقارن حتى بالطول اللي انا اوريدي موجود عندي اللي هو طول ال 17 اللي طلع لنا في البدايه امسك هيك امسك هيك لو بناخذ صورة باش نشوفه
رجعها زي ما كانت في يوسف، ماش تستعجل يوسف، خليها زي ما كانت باش نشوفوا ليفل الفايل اللي عند وين، وهل انا ماشي في مسار الكنال او لا، وكم مازال لي باش نقدر نزيد نمشي للفايل اللي بعده، او اني لا هذا مازال بنزيد نكمل. ده لما اوريدي ريدي هو. دكتورة فكينا اتش دي بعد اذنك. حاليا هنشوفوا الفايل لعند اما ليفل واصل بي انا، او قدامنا البروكن فايل. شدك على الشاشه، شدك على الشاشه، شدك على الشاشه. طب نور ترقوا ممكن يوسف. أول حاجة أنا شايف إن خلاص الفايل كاتش، هلا ده كاتش. طبعا شوف هذي من أصعب الحالات، لأن الفايل هو مكسور، وصوب مكسور في جزء الأبيكل صح ولا؟ بقى هنشوف من الإكسري شوية كرايتيريا. في نقطة أنا تعمدت إني أنا ندير رشنية، ما درتش بري كيرفينج الأول، باش نوريك إن البري كيرفينج راهو ليه أهمية كبيرة إن الفايل ينزل ويكمل، لأن حضرتك شوف هنا الستريس هنا اللي جاي على الفايل. فاحنا شو بنديروا تو المفروض؟ نطلعوا فايل لعشرة، ناخذ الأورفيس أوبنر بتاعنا ونديروا فليرنج من هنا، باش يقدر الفايل يكمل ويوصل ويعدي الفايل المكسور بالكامل. دكتور حليم هذا خطير هذا. هو ناخده جهاز الروتري بتاعنا نركبه فيه الأورفيس أوبنر. نعم دكتورة. نفس المدخل. وحنديره كورونا الفليرينج باش نقدر الفايل يزيد ينزل تحت ويخش للبريباريشن للبروكن فايل. مظبوط اوكي. ايوه ونقص الستريس وكل شيء. زيدوا نقصوا لكم في الزوم باش تشوفوا كويس. هيك كويس ولا با؟ حندير براشنج على الوول من غير ما ننزل شني ديب، يعني أنا بنوسع بس فوق. ها الأوبنر ما ننزلش به تحت. شوف أنا ندير في براشينج بس على الولا، ندير في فليرينج ونحاول نوسع على الول. حول الدبرس اللي انا قدرتها، لازم ندير اريجيشن كويس باش حتى ما تسكرليش الكاتش اللي مبكري عندي. نجفف شويه باش تشوفوا. نرجع تاني بالسي فايل 10، كل ما تطلع مره لازم تتاكد ان البري كيرف بتاعك مظبوط. تجي تخش باش تدور شني، تدور الكاتش. كيف تعرف نو كاتش؟ طب هنا مش كاتش، شوف كيف يلعب الفايل. ها آه ما لقيتش الكاتش قاعد انا. هو الكاتش شفتوه، هذا الكاتش هو. في الحاله زي هذه شو بندير؟ بنحاول اني ننزل كيف ايدي واتش وايدنج. ها البرش اللي نديرها من الوول كلها ولا من الجانب تخش منها بس الفليرينج؟ أيه. من الوول كلهم.
watch widening. نزيد watch widening شوية. حسيت إنه هو وقف. نوسع له بشني؟ نوسع له بالأكبر. طب نشوفه هل بالإكستري زاد قدم شوية أو لا؟ مش قلنا إحنا ديما شن عندنا؟ ديما عندنا confirm بشني؟ ديما عندنا confirm بالإكستري باش نعرف الفايل متاعي ماشي في أما مسار بالضبط من الكنال. من فوق الستريس خيرا قلع الفايل هلبة بالضبط بعد الفليرينج ايه بنديروا عشرة ان شاء الله هاي شوي دكتور حطي لهم هذا في شوف الفايل وصل لهنا يعني ما زال لملي بس ويكمل الفايل بالكامل وبعدين يتجاوزه وشنو يصير له ويزيد يكمل ويوصل بالضبط للايبكس بعد ما يوصل للايبكس حنقعدوا واتش وايدنج معه واتش وايدنج لعند ما يولي لوز بعدها نمشي لشنو لل 15 بعد نخش بال 15 نشوف هل صار له ستريس في بوينت معينه او لا لما يصير له ستريس في بوينت معينه نكبر لشنو نكبر ل العشرين اللي قلت لك عليها مبكري أنا بعد ما توصل بفايلاتك المانوال لعند حجم العشرين أو لو قدرت لعند الخمسة وعشرين مفروض إنك أنت شنو تدير تخش روتري نبي نوريك كيف تدير البري كيرفينج وكيف تخش باللي هي سميناها التكتايل كنترول اكتيفيشن تجي تدير بري كيرفينج للفايل متاعك بالشكل هذا تتني وتخش تبي تشوف الكاتش وين متاع الكنال نتحسس شني نتحسس على الكاتش انا قاعد من ايما شني ما حسيتش الكاتش قاعد نحس روحي نخبط في الفايل المكسور بالضبط لما تحس ان في كاتش تشغل وبعدين تنزل تشغل وتنزل ما تعطلش ما تخليش الفايل يعطل حسيت نفسك راح منك الكاتش ارجع تاني دير بري كيرف بالشكل هذا خش دور الكاتش وين بالضبط لما تحس نفسك في الكاتش شغل الفايل وانزل وخش اب داون اب داون لعند ما الفايل متاعي يوصل للطول حسيت نفسي الكاتش راح مني ندير بري كيرفينج تاني نخش نبحث على الكاتش اللي ما بين الفايل المكسور وما بين الكنال وول نشغل الفايل وننزل بيكينج موشن اب داون بس هذه امتى بعد ما توسع مانولي لعند 20